لو الحكاية فيها إن فيجو قالوا برضه بعد كده الدكتور احمد سعيد بعد ما شويه قال على الدكتور احمد سعيد اجابه الانقاذ الى الان لم ترشح احد عشان تبقى عارف وكل الناس عارفه والكلام اللي عمال يتنطور اللي من دول لم تناقش حتى الان من هو مرشح القادم لرئاسة الجمهوريه. تحب تنتظر موقف الفريق السيسي ولا هم لسه لما حضروا؟ اكيد طبعا ده عامل مؤثر ومهم جدا. يعني لو كان الفريق السيسي مرشحا فاذا اجابه الانقاذ ما دعم الفريق السيسي. لا لازم هنقعد انا ما بتكلمش بلسان الجبل. مش هتغلبني. ما انت قلت لي بقول لحضرتك مؤخرين ليه؟ قلت نشوف موقف فريق السيسي، اذا لو فريق السيسي مترشح يبقى اكيد التأييد لي؟ لا ساعتها بقى الجبهه هتنعقد، لكن انا لما احتضر على كلام الجبهه دلوقتي واقول لك هنأيده بقى مصادر على اراء الاخرين. في عضو مجلس عسكري بارز قاعد مع الدكتور ابو خالد الدكتور سيد بدوي وعرض عليهم مشير سمع عنان قالوا لنا ايده، عرض عليهم مشير طنطاوي قالوا لنا ايده، عرض عليهم مراد موافي قال سنأيد فريق مراد موافي. تمام خلاص. مش ممكن مراد موافي يكون بديل اللي هو مراد موافي يكون بديل للسيسي في حالة عدم ترشيح؟ بص انت من هنا لغايه الاعلان الترشيحات الرسميه هتسمع كلام عجيب. بس هو مراد موافي بيقعد بالفعل وبيحضر لحاجات انتخابيه؟ انا مش ده بالعكس، انا اللي هو مراد موافي انا اشتغلت عن قرب معاه لما كنت انا وزير، هو كان مدير المخابرات واثق فيه تماما واعرف قدراته واكد لك ان هو يعني مرشح جيد يعني. لكن هي الفكره ان احنا البلد ديت فتره احنا بنمر باكبر يعني فتره حرجه بتمر بها مصر في تاريخها تقريبا. تمام. لازم يكون في نوع من مش هقول لك توحيد جهود ولكن فكر مشترك وتوافق الفتره القادمه، مش هنخش نفتت اصوات تاني. انتهت القصه. طيب مش مسموح. الهواء يمتنع. واخد بالك؟ الهواء يمتنع. طب في احد اعضاء جبهه الانقاذ حسم موقفه بترشح الرئاسه زي حمدين صباح؟ هو حسن هذا طبعا. الجبهه صحيح تخلت عنه ولا الكلام ده برضه؟ لا الكلام ده برضه مش صحيح. يعني ممكن الجبهه تقعد صباح لو ما فيش مرشح عسكري او لو ما فيش مرشح تاني افضل منه؟ لا ما نناقش هذا الموضوع، عشان كده برضه انا النهارده في احد الجرايد كده كاتب عنوان مش عارف الجبهه تتخلى عن صباح، منتشر جامد جدا. ازاي؟ هي لم تتخلى ولم تؤيده حتى الان؟ ولا دي لان احنا لم نناقش الموضوع حتى الان. طيب حضرتك من وجهه نظرك المرشح العسكري الافضل؟ لا مش اي مرشح عسكري. لا ماشي نتفق عند العسكري وبعد كده خلينا انا ضد فكره ان انت تأيد نفسك بخلفيه، طب ما هو المستشار عدلي منصور ده مرشح يعني عنده خلفيه قضائيه. وراجل يصلح الفتره المقبله محتاج مرشح عسكري يتفق على كده؟ لا مش بالضروره، محتاج راجل دولي. راجل دولي مش لازم يكون مرشح عسكري. لا مش بالضروره. طب انا ما اعرفش الناس بتتكلم يعني كلام مصطلح جايز ازاي بقى قديم مش حاجه تعتبر خمس سنين على انا بقول لك التعريف العلمي اللي طابور الخامس مش متوفر في الناس مش متوفر في الناس دي. تمام. في اخر سؤال وبعد كده اسف رسائل. في كلام ان خالد مش عادل منصور يكمل اربع سنين من خلف فريق السيسي وزير الدفاع زي ما هو وقائد عام لقوات المسلحه وعلى يكون نائب رئيس الجمهوريه فتره اربع سنين حتى تستقر الامور. رايك ايه في التخريجه مش وحش؟ منك انت. لا ده كتير قالها لي انا دكتور موسى قالها لنا. لا مش عمرو موسى قالها لنا. يعني ممكن تقعد لو عشان تستقر الاوضاع ممكن مش عادل منصور يستمر. ليه مش عادل منصور؟ مش عادل منصور لعلمك هو رئيس مؤقت ولكنه يعني بمواصفات رئيس لازم. مواصفات رئيس لازم؟ طيب لو حكم العسكر عامه مش لازم حكم العسكر وحكم العسكر والفريق السيسي دخل. انا ضد هذه المقوله. ضد مقوله حكم العسكر. طب هقول لك اسماء فرسايل تقول ايه للفريق السيسي الكلمه؟ بقول له تعظيم سلام. ايه ده عمرو موسى؟ بقول له برضه تعظيم سلام. عدل منصور مش عاوزين سلام. احترمك احترمك جدا. ايه عدل منصور سامع علي؟ راجع خطتك للترشيح. للترشيح المشير طنطاوي. اقول له تعظيم سلام. عشان ما حدش يتحول فارد مراد موافي. صديقي العزيز. رجال عايز يعني كده اكيد بقى عارف تعلم كواليس. انا اعرفه كويس. تعرف كويس جدا طبعا. حمدين صباح. قلت له كفايه. ايه؟ قلت له كفايه. لا بس هو له شعبيه. هو له شعبيه بس ممكن يستقر عمل الحزب افضل. اقول له حافظ على شعبيتك. حافظ دي جميل جدا ده احسن حاجه والله. معلش
العقد بالعربي. استاذ قانون محترم. اداء ما خلاص انت قلت نبيل فهمي. من احسن وزراء الخارجيه لشهاده تونس. الدكتور كمال جنزوري مش احسن منك. الدكتور كمال جنزوري. زعيم وطني مخلص. ببلاوي. رئيس وزراء يعني الظروف لم تساعد. اخر اتنين بقى محمد بردعي. ما علقش. لا تعليق. لا تعليق. مش هنفع عشان سلاك الوقت بس. رئيس مبارك محمد مرسي فعلا كان ايام مبارك في دوله انا ايام محمد مرسي. الامن القومي المصري ضرب ضربه قاسمه ايام محمد مرسي. هل فتره وجود مبارك كانت فعلا زي ما الناس يقولك في بعض الناس يقولك يا مبارك الله يرحمه يا مبارك افضل من ايام مرسي؟ ده كان فيها اخطاء. كتاب مبارك افضل من مرسي بس كان فيها اخطاء. كان فيها اخطاء كتير.